نزل المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل القادم علي بن فليس بولاية سيدي بلعباس في اليوم الخامس من حملته الانتخابية. وخلال تجمع شعبي بالولاية اعتبر أن حل مشاكل البلاد لا يأتي إلا من غالبية الشعب الذي يعرف مشاكله ويعرف حلولها. إذن المعضلة الجزائرية والمشكلة الجزائرية والحل لكل المعضلات والمشاكل تاع الجزائر يأتي بالدرجة الأولى من الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري وهم الشباب ذكران الوإناث. ووعد بن فليس الشباب الذين اعتبرهم مفتاح الرقي والتطور في البلاد بجعلهم في مختلف المناصب القيادية في حال انتخابه رئيسا للبلاد. لابد من تسليم القيادة والريادة في البلاد للشباب. قالوا احنا ذكر ريحوا ويجيوا الشبان يسيروا البلاد. يلزم الشباب يكونوا ولاد ويكونوا وزراء ويكونوا مديرين ويكونوا رؤساء دوائر ويكونوا رؤساء بلديات ويكونوا منتخبين ويكونوا في المجتمع المدني. لازم للشباب كذلك يكون في مصدر اتخاذ القرار. وختم بن فليس لقاءه مع مسانديه بالتعهد بالتزام مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الجزائريين.